بنصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه وشمال الصعيد. وفي كمان امطار خفيفه على مناطق من اقصى السواحل الشماليه الغربيه وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. طمنينا عن حاله الطقس خصوصا النهارده. هو طبعا احنا بالفعل اليوم هنبدا نشهد انخفاضات طقيه من درجات الحراره، لان احنا هياثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود غطاء سحابي من السحب المختلفه ما بين العاليه والمتوسطه، هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هيكون في انخفاض طبقيا درجات الحراره بمعدل درجتين عن الامس. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، فبالتالي اجواء اقرب للاجواء الشتويه اللطيفه تماما خلال فترات النهار في معظم محافظات شمال البلاد من السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اجواء معتدله على المحافظات الجنوبيه زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء بفترات النهار، لان اغلب فترات النهار هيكون فيها حجب لاشعه الشمس. مع فترات الليل ايضا بيحصل انخفاض طقيا درجات الحراره، يمكن يكون ملحوظ اكثر في فترات الفجر وفتره الصباح الباكر. صغرى فتره الليل بتسجل ما بين 12 و13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، بعض المناطق من محافظات الصعيد بتوصل ل 8 درجات، فبالتالي اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. كمان اليوم متوقع طبعا هيكون في كتل هوائيه صحراويه قادمه من الصحراء الغربيه على سطح الارض. الكتل دي هيكون فيها سرعات رياح بتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر في نشاط للرياح. نشاط الرياح ده هيؤدي لاثاره الرمال والاتربه على الاماكن المكشوفه الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، سواحلنا الشماليه الشرقيه. كمان الاتربه والرمال المثاره دي هتؤدي لتدهور كبير في الرؤيه الافقيه خاصه في الاماكن الموجوده في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه. كمان اليوم طبعا متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار، لكن كلها فرص امطار خفيفه على بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق من اقصى غرب البلاد. التقلبات الجويه ووجود نشاط للرياح بتثير للرمال والاتربه مكمل معانا بكره كمان، يعني احنا كمان الجمعه هيكون في اتربه. طب هو نشاط الرياح المحمل بالرمال والاتربه ده ممكن ياثر على اعمالنا اليوميه؟ هو ممكن ياثر في بعض الاماكن خاصه في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه، لان هيؤدي لتدهور رؤيه افقيه، يعني الرؤيه الافقيه على الطريق ممكن تنخفض بشكل كبير جدا، يمكن زي الشبوره واكثر في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه ممكن ياثر، لكن باقي مناطق الجمهوريه مش هيكون في تاثير بالشكل الكبير، لكن طبعا بيسبب مشاكل لمرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، فعشان كده تنويه عليهم. احنا لازم نتاكد لو احنا هنخرج النهارده او بكره الجمعه لازم يكون في ارتداء للكمامات. طبعا هيكون في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره خلال الايام اللي جايه، فتره النهار وفتره الليل، وخلاص ملابس شتويه على مدار اليوم، وتكون شتويه ثقيله فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر. بالاضافه كمان ان فرص الامطار بكره الجمعه هتزيد على المناطق الساحليه، هتتحول لامطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري بسبب وجود المنخفضين الموجود في طبقات الجو العليا وايضا المنخفض السطحي، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. ويمكن ان شاء الله بكره الجمعه هتكون البدايه الرسميه لفصل الشتاء واللي بيستمر معانا قرابه الثلاث اشهر، وبتكون ذروه انخفاض قيم درجات الحراره في شهر واحد. بنشكر الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 19 12، اسكندريه 20 13، العلمين الجديده 20 13، مطروح 18 12، ودمياط 22 15، بورسعيد 22 16، اسماعيليه 21 12.
نروح للسويس، العظمى فيها 20 والصغرى 13، العريش 21 12، كاترين 16 4، طابا 22 13، حلايب 25 20، شلاتين 27 21، شرم الشيخ 26 16، الغردقة 25 15. الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 12، بني سويف 21 12، الوادي الجديد 26 12، أسيوط 23 9، سوهاج 23 12، قنا 25 14، الأقصر 26 13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 15. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمصطفى ومنا نبدأ أو نكمل معاهم فقرتنا. شكرا لك يا رب.